السلام عليكم الخوت. دابا كما كتشاهدوا دابا قابلنا بالعاصفة تقريبا 100 كيلومتر دابا، لانها العاصفة دابا هوريكين مسمات بهوريكين، كانت في يونايتد ستيتس في الولايات المتحدة الامريكية، وكانت 3 ايام هناك. دابا صدقات في كندا، يعني رحنا دابا في نوفا سكوشا، يعني دابا بيننا وبين العاصفة تقريبا 100 كيلومتر، لان دابا توصلنا بان الناس تما الحمد لله كل شيء بخير، وانما الخسائر اللي هي ديال الشجر، يعني تقلع الشجر من بلاصتو وغادي تقدر، وبزاف ديال المناطق هنا في هذا ولايه نوفا سكوشا يعني تقطعوا الضوء والمسائل، وانتم كما كتشوفوا لا حركه ولا سكون الا باذن الله، يعني الناس كامله داخله، يعني حضرونا بالنسبه للتحضير ديال الانذار بان الناس هنايا ما يخرجوش، يعني بقى في دارك، يعني مازال خوفا من تقريبا مع دابا الشجر كيطيح، وتقريبا يطيح الكابل لا قدر الله يطيح على بنادم، يعني احتياطا هما كياخذوا هذه الطريقه هذه، يعني حمايه الناس. شوف كيفاش كيديروا، يعني كيديروا كل شيء استباقي، وخاصه الجاليه المسلمه هنايا في هذه البلاصه هذه، يعني اتخذت جميع الاحتياطات ديالها، كياخذوا الايميلات ديال الناس، التليفونات لما تسالي العاصفه لا قدر الله تمشي تكون شي كوارث انسانيه ولا شي حاجه، يعني باش كيتصلوا بجميع الناس كيكونوا مريقلين. واحد اخر وغادي نخبركم بكل جديد، وبيس عليكم.